وإن أكتر حاجة ممكن تفيد غير الفايدة في السبلاي شوكس هي الإفشنسي، إن الواحد يقدر يعمل يجيب المواد بطريقة أرخص، إن هو يقلل تكلفته، ده بيساعد في الحركة. إحنا في البنك المركزي سمعنا النهاردة وهنسمع دايماً، وهتلاقونا حضراتكم على طول في استجابة بس بعد الدراسة المطلوبة. حالياً احنا شغالين زي ما يمكن حضراتكم عارفين على عقود التحوط للعملة، وانتهينا من عقود المستقبلية، وفي نفس الوقت علشان خاطر فكرة الربط، وانا هنا ما بتكلمش على سعر، انا بتكلم على الفكر. يعني حضراتكم احنا بنفهم مثلاً ان الدول اللي بتصدر البترول عملتها تبقى مربوطة بالدولار. أنا ما هواش أمريكا، ما هياش الميجر تريدينج بارتنر، ما هياش الشريك التجاري الأساسي، مش شايف إن ليه في مخ الناس دايما مربوطة بالدولار. عشان كده بغض النظر عن مستوى الدولار إيه، إحنا هنبتدي نعمل حاجة اسمها مؤشر الجنيه المصري. المؤشر ده هيبقى بياخد بعض العملات وبعض الـ يمكن الذهب وهو إلى آخره، بنعمله بحيث إن هو يبقى بالنسبة لإن إحنا قدامنا، أقول لحضراتكم إيه، جزء من نجاحنا كلنا كمجموعة هو تغيير الثقافة والفكر بتاع إن إحنا مربوطين، وإن دي موضوع زي ما قالوا الأخوة كل 5 و10 سنين. إحنا عايزين نبقى شايفين قصاد كل العملات، وده كان جزء برضو من العرض اللي عمله رامي، كان ورا لحضراتكم إن إحنا عملتنا زادت مثلا على الليرة التركي 100%، زادت على الاسترليني، زادت على اليورو، لكن الناس ما بتشوفش ده كله. وبالتالي إحنا عاوزين بس الناس تبقى فاهمة إن العلاقة، إحنا مش دولة مصدرة للبترول عشان يبقى عندنا ما يسمى بالبيجد أو السعر المرتبط بالدولار.